هؤلاء الكتاب الإسلاميين اللي يقولون شورى كانت من هاي منهجية الشورى، 4 نفرات 10 نفرات 20 نفر يجتمعون ويعينون واحد. إذن كل انقلاب عسكري نسميه شورى، لأن 50 واحد من العسكر يجتمعون يبايعون واحد زيد بن أرقم الطاغية القبلي في البلد المجاور لكم، هاي شورى. وهذه القضية ولدت إرباك تاريخي في الفكر السني. شنو يقولون؟ أنا أقرأ لكم تصريحين، ما صار عندنا وقت نتناول التجربة الثانية والتجربة الثالثة، هاي التجربة الأولى. قال الإسفرائيني، واحد من علمائهم: وتنعقد الإمامة بماذا؟ بالقهر والاستيلاء. واحد عنده سلاح يجي يهددكم، إما اقبلوا وإما أقتلكم، صار إمام. هاي هي الإمامة، هاي هي النبوة. هذا مثل واحد يقول نبي بالقوة صار نبي، إجا يهدد الناس قال أنا نبي، إما اقبلوا وإما أقتلكم، هاي نبوة، هاي إمامة. وتنعقد الإمامة بالقهر والاستيلاء، ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا. حتى إذا جاهل، فد واحد بقال عطار ما يعرف ألف باء، شال السلاح واستولى على الحكم، هذا صار إمام المسلمين. حتى إذا جاهل، حتى إذا فاسق، شارب الخمر، راكب الفجور، حقيقة هالشكل، هذا هو الإسلام، هذا هو الدين. يعني صدق هذا العالم يدري شنو يقول، ولو كان فاسقا، يعني حتى إذا صدام إجا بالحكم وأخذ الحكم صار إمام المسلمين، هالشكل، هذا المنطق صريح. ولو كان فاسقا أو جاهلا أو عجميا، عجمي يعني غير العربي، يعني واحد هندي، واحد تركي، واحد أي جنسية ثانية. التفتازاني أيضا اللي هو من كبار علمائهم يقول ذلك، لأن تورطوا. شنو يقولون؟ إذا يقولون شورى منهجية السقيفة ما كانت على الشورى، فاضطروا إلى هذا التخريج الفقهي، هذا التخريج فقهي تبرير لواقع تاريخي. أقرأ النص الثاني. الإيجي، واحد من كبار علمائهم، قال: وإذا ثبت حصول الإمام بالاختيار والبيعة، الإمام يصير إمام بالبيعة، هاي إحدى الطرق، وإحدى الطرق القاهر الغلبة، فاعلم أن ذلك لا يفتقر إلى الإجماع، ما يحتاج إلى إجماع الأمة، إذ لم يقم عليه دليل من العقل أو السمع. دليل ماكو، ليش الإجماع؟ لا عندنا آية ولا عندنا دليل عقلي ولا عندنا رواية على الإجماع. بل هذا تبرير للتاريخ، رأي فقهي يبرر التاريخ، هذا انعكاس التاريخ. بل الواحد والاثنان من أهل الحل والعقد كاف، لعلمنا أن الصحابة مع صلابتهم في الدين كانوا صلبين في دين الله، هذا بحث آخر لازم نشوف مدى صلابته، اكتفوا بذلك. واحد كعقد عمر لأبي بكر، واحد بايع صار خليفة المسلمين، وعقد عبد الرحمن بن عوف لعثمان، لأن من اللي سوى عثمان خليفة؟ الأصوات تكافأت في قضية الشورى السداسية، الأصوات تكافأت، إذن لا علي صار خليفة ولا عثمان. من اللي جعل عثمان خليفة؟ رأي واحد، وهو رأي عبد الرحمن ابن عوف، ولم يشترطوا اجتماع من في المدينة فضلا عن إجماعهم، هذا أصلا أهل المدينة ما يحتاج، إجماع الأمة ما يحتاج، اجتماع أهل المدينة ما يحتاج، لا، جماعة يروحون هناك يتفقون أو لا يتفقون، ينزون على واحد حتى يقول قائل قتلتم سعد بن عباد صار خليفة.
هاي هي الشورى حقيقة. هؤلاء الكتاب الإسلاميين اللي يقولون شورى أن نظام الحكم بعد رسول الله صلى الله عليه وآله كان شورى، هذه الشورى. هاي التجربة الأولى. التجربة الثانية، عمر جاء بالشورى إلى الأمة؟ لا، اتفاق جميع المؤرخين واضح من اللي عين عمر؟ أبو بكر. إذن ما كان شورى. أبو بكر قال قرأنا رسالته، أما بعد فإن استعملت عليكم عمر بن الخطاب فاسمعوا له وأطيعوا. 2-3 عثمان جاء بالشورى، شورى 6 نفرات، عمر عين 6 نفرات، علي صلوات الله عليه، عثمان، طلحة، الزبير، سعد بن أبي وقاص، عبد الرحمن بن عوف، 6 نفرات. قال إذا اتفقوا على واحد يصير خليفة. بقية شنو؟ بقية هاي الشورى، هاي الشورى حقيقة 6 نفرات، وين بقية الأمة؟ إذا ما اتفقوا صارت أغلبية وأقلية، فاضربوا رأس الأقلية. هذا ابتكار لطيف ما سبقه أحد في التاريخ فيما نعلم، ولا لحقه أحد في التاريخ فيما نعلم. إذا صاروا أقلية وأكثرية اضربوا رأس الأقلية، يقتلوهم. إذن أين الشورى؟ معاوية جاب الشورى، ها؟ معاوية، يزيد اجب الشورى، من منهم اجب الشورى؟ بني العباس اجوا بالشورى، عثمانيين اجوا بالشورى، ملك باع الخلافة للعثمانيين، بيع، يذكرون اسمه في التاريخ، بيع بيع، مثل ما تبيع عبايتك، فد ملك باع الخلافة للعثمانيين. من هو اجب الشورى؟ منصور اجب الشورى، هارون اجب الشورى، هاي وين الشورى هاي اللي تقولوها؟